التاكسي ولا لا يدير فرق على الدوائر الطابق الكروي اللي كتبوا المواطن ديالنا مقابله كانت تاكسي فيها حنا جينا لديت طابله باش تكون نتيجه ايجابيه فحتى النتيجه ديال التعاون مع فريق كبير بحال الرجاء البيضاوي غتكون بالنسبه لنا حنا حافز بالظروف اللي عشنا فيها عرفنا فين نحاولوا كنجراو الاطوار ديال المقابله من انطلاق المقابله الشوط الاول والشوط الثاني تغييرات كانوا يعني زاد لنا واحد القوه وكنا نستطيعوا اننا ننتصروا في اخر المقابله فكنشكر اللاعبين وموهبهم كنشكر كذلك الجمهور العريض اللي جا يتفاس وسير الفريق وكان الحافز بالنسبه للاعبين فنتمنى الله اننا نكونوا في المستوى ان شاء الله في المستقبل ونوصلوا لذاك الطموح ديالهم والتطلعات ديالهم ديال جميع الفاعلين اللي فريق المغرب ديال يتفاس. الشيء كيعرف بان الترفيه اللي كيديروا فيها الفرق كاملين لانهم عندهم مشاكل ماديه مشاكل ديال الريكروتمون مشاكل ديال الخاص فما يمكنليش نهضرك على اللاعبين اللي غادروا الفريق انا كنهضر على اللاعبين اللي كنشوفوا عليهم حاليا لاعبين اللي في المستوى لاعبين اللي عندهم تجربه كذلك لاعبين الشباب اللي يعني دمجناهم من فريق الامل فنتمنى الله ان داك التجانس اللي كنا تنقلبوا عليه يكون في اصعب وقت لان البطوله ما غادي توقفش وكريما كنت كما صبرت الدرس بان النتيجه ديال التعادل غتكون حافز بالنسبه لي ان شاء الله باش نجيو نخدموا نحققوا نتائج ايجابيه اللي تعطينا تعطي الفعاليه ديال الفريق المغربي بالفاس. جينا نهضروا على لوجيكتيف الفريق كله ملي كيختار الموسم كيتصارع على واحد اللقب اللقب كنظن بان غادي يدي فريق واحد الفريق اللي يكون متواجد لا تكتيكيا ولا ذهنيا ولا بمجموعه متكامله فنتمنى الله كما قلت لك عندنا حاليا 24 ولا 25 لاعب ندموج فيهم لاعبين شباب كما قلت اليوم كانت مقابله كبيره فهذه غادي تكون بالنسبه لنا حافز ولما اننا نزيدوا نحققوا نتائج ايجابيه ونكراسيو مع الثلاثه ان شاء الله ولا نخوضهم ان شاء الله. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تيفي.